لا زال الخلاف جار بين تجار شارع القناصر في المدينة العتيقة للرباط ومجلس المدينة بشأن مشروع تهيئة المكان، وقد تسبب الخلاف حتى الآن في إغلاق محلات تجارية لأكثر من 8 أشهر، فيما ساهم تعثر عمليات التبليط والترصيف في إزعاج المارة وتعريضهم لخطر السقوط. سعيد ريما ومحمد تواني يحققان في ذلك. مشروع إعادة هيكلة شارع القناصر بالعاصمة الرباط أريد له أن يعطي زخما جديدا لهذه المعلمة التاريخية، لكن تعثر الأشغال أثرت سلبا على حركته التجارية والسياحية وعرقلت حركة التجول بأزقته. جاء المشروع ديال إعادة هيكلة شارع القناصر باش يعطي واحد القيمة إضافية للحمولة التاريخية التي يحملها هذا الشارع والتجارية والصناعية والسياحية، بس يضيف لنا واحد الجمالية كقيمة أخرى للشارع. إلا أن التطبيق الفعلي لهذا المشروع على أرض الواقع لم يكن متقنا وجيدا، وكل خلاو لنا غير داك الحصر اللي كان مصوب على حقيقته. دابا داروا هذا الحصر، هذا اللي داروه شكل بانو، منين جاوا يركبوه دابا بقاو شناقه عباد الله كلها كطيح هنايا. تجار سياح ومارة يجدون كل يوم صعوبة في ولوج شارع القناصل والأزقة المتفرعة عنه، والسبب عدم إتمام أشغال التهيئة. كنعانيو بزاف الأشياء، التوقيت ما كانش في محله، الخدمة كيف خصها تكون ما كانش، المقاولة ماشي في المستوى. 1,300,000 ديال هذا المشروع اللي تندوزو تلقاو في هذه الحاله، فتنقول هذه خارجه المواصفات اللي حنا كمستشارين اللي خدمنا فيه وكخبراء اللي مشينا حتى لاسبانيا باش نجيبوا واحد المثال ديال قرطبه وديال برشلونه، نشوفوا في شارع القناصيل اللي هو مرآة ديال مدينه الرباط وواحد التاريخ. وفي انتظار الانتهاء من أشغال التهيئة، شارع القناصل يتطلع إلى استرجاع إشاعه التاريخي كمعلمة حضارية للعاصمة الرباط المسجلة كتراث إنساني وعالمي من قبل اليونسكو.